السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نفتح اي شبكة واي فاي مخفية بكل سهولة. لو يهمك الموضوع تابع معايا الفيديو للنهاية، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد على قناتنا، ويلا بينا ندخل على الشرح مباشرة. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه يا شباب من داخل الموبايل. اول حاجه هنعملها دلوقتي اننا ندخل على اعدادات الواي فاي، وهنيجي هنا على خانه اضافه شبكه هنضغط عليها، وبعدين هنا اسم الشبكه، وليكن بقى بتشوف اسم الشبكه اللي انت عاوز تفتحها، وليكن مثلا الشبكه اللي انا هفتحها اسمها احمد 55، وهنا الامان بنخليه WPA/WPA2، بعد كده كلمه المرور من 1 ل 9، بعد كده بندوس على علامة الصح اللي فوق هنا بيقول لنا جاري الاتصال، زي ما حضراتكم شايفين جاري الاتصال فوق اهو. خلاص كده الشبكة بقت متصلة معانا. ودلوقتي عشان نتأكد ان النت شغال، ندخل مثلا على اليوتيوب او اي مكان تاني نتأكد ان النت شغال. زي ما حضراتكم شايفين النت شغال على اليوتيوب. لو برضو دخلنا على تيك توك، زي ما حضراتكم شايفين التيك توك شغال، كل الفيديوهات شغالة معانا بدون اي مشاكل. وبكده نكون قدرنا اننا نفتح اي شبكة واي فاي مخفية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى لو استفدت من الفيديو النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.